ورينا وتشرفينا، والاهم كمان بتفيدينا بمعلوماتك الوفيره. واحنا النهارده عايزين نتكلم معاكي عن الفيتامينات واهميتها بالنسبه للجسم واهميتها لكل واحد فينا. في مواضيع معينه ممكن تلاقيها ايه تخص فئه من الناس، تنطبق على فئه من الناس، لكن موضوع الفيتامينز اعتقد انه مهم لكل الناس. الفيتامينات والمعادن مهمه لكل الناس بلا استثناء، مهمة في سن الشباب مش بس في السن الكبير، أكيد ليها أهمية أكبر بكتير في السن الكبير، ليها أهمية أكبر في الستات ما فوق الأربعين، لكن هي مهمة جدا لصيانة الجسم ولتعزيز الصحة. طيب الفيتامينات والمعادن بتعمل إيه للجسم؟ أيوة. بتقوي المناعة جدا، ده رقم واحد، سواء ستات أو رجالة بتقوي لهم المناعة جدا، وإحنا محتاجين طول الوقت تبقى مناعتنا قوية عشان نقدر نهاجم أي فيروس بيدخل علينا أو أي بكتيريا الانفكشن أو حتى أحيانا خلايا سرطانية. رقم اتنين، بيعمل على عدم أكسدة الجسم. احنا طول الوقت جسمنا بيتأكسد من أشعة الشمس، من الأكل المش صحي، من السكريات، من التدخين، فطول الوقت لازم أعمل حاجة اسمها أنتي أوكسيدنت، ده الفيتامينات والمعادن بتعملها. مهم جدا الفيتامينات والمعادن لعملية التمثيل الغذائي، التمثيل الغذائي وسرعة الميتابوليزم وسرعة الحرق، كل ده محتاج فيتامين بي كومبلكس. مهم جدا بالنسبة للستات الفيتامينات والمعادن كمان لجمال بشرتها ولصحة شعرها وعدم تساقط الشعر ما دام ما عنديش مرض يؤدي إلى تساقط شعر. هي دي أهمية الفيتامينات، عشان كده بقول إن الفيتامين ده بنزين الجسم. ما اقدرش انزل واروح واجي واعزز طاقتي واعزز مناعتي غير وانا واخده فيتامينات سواء من الاكل الصحي او من المكملات الغذائيه. طيب.